السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله استعدادا للامتحان المحلي. دونك بالنسبه للامتحان المحلي هذا الفيديو هذا غادي نخصه بالنسبه لي غاسين كاري الجذور المربعه، في الحاله فاش كيقولوا لنا احسب كالكوليو، في الحاله فاش كيقولوا لنا بسيط سامبليفي، ولا كيتطرح السؤال كيقول لك احسب وبسيط ولا كالكولي اي سامبليفي. دونك يقدر شي وحده من هادو، حيت هادو كلهم خديتهم من امتحانات محليه، الامتحانات المحليه اللي دازوا القدام، دونك يقدر في اي بحال والو في الامتحان تلقى شي وحده بحال هذا الشكل هذا، يكونوا غير الاعداد اللي مختلفين. دونك غادي نهضروا غادي نديطايو كل حاجه بوحده. دونك بالنسبه لهادو دابا بحال دابا هنا قالوا لنا احسب كالكولي، نشوفوا هذه الاولى هذه اللي عندنا فيها الغاسين كاري ديال 8 فوا الغاسين كاري ديال 2 فوا الغاسين كاري ديال 4. دونك انا شنو كنعرف بالنسبه لي غاسين كاري؟ لي غاسين كاري بصفه عامه اشنو كنعرف؟ كنعرف انه الا كان عندي غاسين كاري فوا غاسين كاري، الا كان عندي غاسين كاري ا فوا غاسين كاري ديال بي شنو كتساوي فاش كيكون الحاله ديال الضرب والحاله ديال القسمه، غاسين كاري ديال ا على غاسين كاري ديال بي. فاش كيكون عندي الضرب عندي الحق انني نضربهم بجوجهم لداخل ديال الغاسين كاري، هي الغاسين كاري ديال ا مضروبه في الغاسين كاري ديال بي. فاش كتكون القسمه لا ديفيزيون عندي الحق نقسمهم كاملين وسط الغاسين كاري، الغاسين كاري ديال ا على بي. فاش كيكون عندي الجمع ولا الطرح ما عنديش الحق نجمعهم ولا نطرحهم كلهم وسط الغاسين كاري، ديك الحاله امتى كيولي عندنا الحق اننا نحسبه؟ الا كان عندنا نفس الغاسين كاري، بمعنى الا كانت عندي غاسين كاري ديال ا بلس مثلا دو غاسين كاري ديال ا جذر مربع ا زائد جوج جذر مربع ا، هنا بجوجهم جذر مربع ديال نفس العدد اللي هو ا، هنا كنقدر انني نحسبهم. علاش؟ حيت عندي هنا شحال ديال الجذر مربع ا عندي واحد، هنا شحال تاع الجذر مربع ديال ا عندي جوج، دونك واحد ديال الجذر مربع ا زدت ليه جوج من اش من الجذر مربع ديال ا، دونك الجذر مربع ديال ا الا زدت ليه جوج منه هو نفسه غادي يعطينا ثلاثة جذر مربع ديال ا. وهذه كنستعملوا فيها التعميل فاكتوريزاسيون، كنفاكتوريزيو بجذر ا وكنديروا واحد زائد جوج اللي هي ثلاثة. ما عليناش، دابا حنا هنا عندنا الضرب، هنا في هذه الحالة عندنا الضرب، دونك باين شنو غادي نديرو. فين ما تشوف عندك ما بين جذر مربع وجذر مربع آخر بيناتهم الضرب ولا القسمة، كاين عندك الحق أنك ديرهم وسط جذر مربع واحد، بمعنى هنا عندي الضرب شحال من جذر مربع، هنا عندي ثلاثة ديال الجذور مربعة، وشنو بيناتهم؟ كلهم بيناتهم الضرب. دونك بطبيعة الحال حيت عندي الحق عندي القاعدة كتقول لي أنه الجذر مربع ديال هذا في جذر مربع ديال هذا هو الجذر مربع ديال هذا في هذا. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا الغاسين كاري كبير ديال اش؟ ديال 8 مضروبه في 2 مضروبه في 4، وكنحسب كتساوي جذر مربع كبير 8 في 2 هي 16، 16 في 4 هي 64، دونك غادي ندير 64. فاش كنحسب داكشي اللي وصل الجذر مربع كنشوف هادشي اللي وصل الجذر مربع واش كاري بارفي ولا لا. كاري بارفي خصنا نكونو كنعرفو شنو هو المربع الكامل، كاري بارفي اشنو هو المربع الكامل؟ المربع الكامل هما الاعداد اللي بحال هذا الشكل هذا، مثلا 4 9 16 25 36، هادو الاعداد اللي بحال هذا الشكل هذا كيتسموا مربعات كامله. علاش؟ حيت كنقدروا نكتبهم على شكل شي حاجه او كاري، شي حاجه او كاري، شي حاجه او كاري، داكشي علاش كنقولوا كاري، كاري بارفي مربع كامل. هاد ربعة شنو هي؟ هي جوج أو كاري، 9 هي 3 أو كاري، 16 هي 4 أو كاري، 25 هي 5 أو كاري. دونك هذاك الشيء علاش كيتسمى هذا كاري بارفي؟ حيت كيتكتب على شكل شي حاجة أو كاري، هذا شي حاجة أو كاري، هذا شي حاجة أو كاري، هذا شي حاجة أو كاري، 36 هي 6 أو كاري، صافي؟ دونك هادو هما المربعات الكاملة، هادو هما اللي كيتسموا المربعات الكاملة حيت كيتكتبوا على شكل شي حاجة او كاري. حنا 64 شنو هي 64؟ 64 هي 8 او كاري. دونك هنا انا شنو كنعرف؟ كنعرف الغاسين كاري سميتو غاسين كاري مربع جذر مربع، دونك عنده علاقه بالاو كاري. دونك الغاسين كاري ديما كيمشي لينا مع الاو كاري، هو العكس ديال الاو كاري، والاو كاري هو العكس ديال الغاسين كاري. دونك شنو غادي ندير هنا؟ 64 غادي نديرها هي 8 او كاري، ها هي 8 او كاري، وغادي تحيد ليا الاو كاري مع الغاسين كاري، دونك غادي تبقى لنا 8. وكاين اللي كيعرفها مباشرة، هادو نورمالمون خصكم تكونوا كتعرفوا مباشرة باللي جذر مربع 4 هو 2، جذر مربع 9 هو 3، جذر مربع 16 هو 4، جذر مربع 25
هو خمسة هادو خصنا نكونوا عارفينهم، الجذور المربعه ديالهم كاع لي كاغيبار في كاع المربعات الكامله خصنا نكونوا كنعرفوا الجذر المربع ديالهم شحال كيساوي، ولا كنكتبوهم على شكل شي حاجه اوكاري وكنحيدوا الاوكاري مع الجذر وكيبقى لنا داك العدد اللي كاين وسط الاوكاري اللي هو هنا 8. مزيان، دونك هنا بالنسبه لهذه اللي عندنا فيها الملتيبليكاسيون احنا حيدناها. دابا غادي ندوزو بالنسبه اللي تبعها اللي فيها الجذر مربع 64، هذيك 64 مباشره هي اللي قلنا دابا 64 هي 8، دونك بلا ما نخدمها غادي نحيدها حيت الجذر مربع 64 هي 8. دونك عندنا اللي من لهي عندنا جوج جذر جوج اوكاري لو تو اوكاري. هنا الغلط بزاف اللي كيديروا التلامذ هو ان الاوكاري كيدخلوه لداخل هنا وبعد ما كيديروهش لهاد الجوج هادي. انا فاش كنعرف شي حاجه كلها اوكاري هادي بحال ديك البروبريتي ديال البويسونس القاعده ديال القوى، راه ا اوكاري فوا بي اوكاري راه هي ا فوا بي لو تو اوكاري. بمعنى الا كانت عندي شي حاجه مضروبه في شي حاجه اوكاري راه خصني نعرف نرجع بالعكس، بمعنى هادي في هادي اوكاري هي هادي اوكاري ها هي فوا بي اوكاري ها هي. كنفرق عليهم الاوكاري علاش؟ حيت عندنا الملتيبليكاسيون. امتى كنفرق الاوكاري؟ الا كانت الملتيبليكاسيون ولا الا كانت لا ديفيزيون. الا كانت الملتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون قسمه ولا الضرب. دونك هادي اشنو غادي ندير في هذه الحاله؟ هادي غادي ندير جوج اوكاري فوا غاسين دو اوكاري. فرقت عليهم كل واحد عطيتو الاوكاري ديالو، علاش؟ حيت هنا بيناتهم كاينه الملتيبليكاسيون. دونك هذا اوكاري فوا هذا اوكاري. كون كان عندنا الجمع ولا الطرح ما عندناش الحق، الا كان الجمع ولا الطرح غادي تولي لنا متطابقه هامه، تولي ايدونتيتي غوماركابل. دونك هذه شنو كتساوي؟ دو اوكاري هي 4 فوا غاسين دو اوكاري هي 2، دونك حتى هذه غادي تعطينا 8. بالنسبة لهذه اللي تابعة عندنا الغاسين كاغي ديال 24 على غاسين كاغي ديال 6 ايكال. هنا كي قلت لكم قبيلة داكشي اللي كاين بالنسبة للملتيبليكاسيون كاين حتى بالنسبة لا ديفيزيون، داكشي اللي كاين بالنسبة للضرب كاين حتى بالنسبة للقسمة. انا شنو عندي بين هاد الغاسين وهاد الغاسين؟ بيناتهم القسمة، بيناتهم لا ديفيزيون. حيت بيناتهم لا ديفيزيون نقدر ندير عليهم كلهم غاسين كاغي واحد صافي. ها شنو كاين هنا لداخل؟ كاين 24 ها هي مقسوم هادشي على ياش؟ على شنو كاين هنا لداخل؟ 6 ها هي ونحسب ايكال صافي. دونك هنا نحسب هادشي اللي وصل غاسين كاغي، ندير غاسين كاغي الى قسمت 24 على 6 شحال غادي تعطينا؟ 24 على 6 غادي تعطينا 4، وغاسين كاغي ديال 4 قلت قبيله لي كاغي بارفي المربعات الكامله خصنا نكونو كنعرفوهم. الغاسين كاغي ديال 4 هي الغاسين كاغي ديال 2 اوكار صافي. اتمشي الاوكاري مع الغاسين كاغي اتبقى لنا جوج. بسيط هادشي ساهل، غير شويه ديال التركيز حتى حاجه ما تجي صعيبه. دونك هادي جاوبنا عليها، هادي جاوبنا عليها، هادي جاوبنا عليها، هادي جاوبنا عليها، بقات لينا هاد الثلاثه هادو. هاد الثلاثه نديرو هادي هي الاولى عاد ندوزو لهادو، حيت هادي عندنا الملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون، بمعنى كتجمع لينا هادي وكتجمع لينا كتجمع لنا هادي وهادي بجوجهم بحال هادي وبحال هادي مجموعين في وحده. بمعنى الا كانت عندنا الغاسين كاغي 3 فوا غاسين كاغي 21 على غاسين كاغي ديال 7 صافي. هنا عندي كلشي شنو بيناتهم هاد الغاسين كاغي وهاد الغاسين كاغي؟ بيناتهم الضرب. دونك عندي الحق نطبق عليهم هادشي طبقنا على هادي، غادي ندير غاسين كاغي كبير ديال 3 فوا 21 صافي. وهادي دابا الا درت بحال هكا غتبقى لي هنا غاسين 7 ياك. هاد الغاسين وهاد الغاسين شنو بيناتهم؟ بيناتهم لا ديفيزيون. دونك بحال هادي، دونك غادي ندير غاسين كاغي كبير، نقدر مباشره من هنا ننتقل لهنا بلا ما ندير هادي. علاش؟ حيت عندي الضرب والقسمه، غندير غاسين كبير ديال هذا اللي هنا على هذا، ها هي 3 فوا 21 سيغ 7 صافي. بسيطة ها هو، حيت عندي الضرب والقسمه درت لهم كلهم، درت لهم غاسين كاغي واحد ايكال. هنا نقدر نحسب عاد نشوف واش كنعرف الغاسين كاغي ديالها. نقدر الى بان ليا انني ممكن نسامبليفي حيت عندي الملتيبليكاسيون وعندي لا ديفيزيون. دونك هنا 20 21 هي 7 فوا 3، دونك غادي نسامبليفي ب 3 ب 7. الى سامبليفيت ب 7 تبقى لي انا 3 فوا 3 اللي هي 9 صافي. ولا نقدر نحسب الا ما عرفتش جاني سامبليفيكاسيون صعيب، نقدر نحسب ندير 3 فوا 1 هي 3، 3 فوا 2 هي 6 وتعطيني 63 سيغ 7
ولكن الى جينا ابسط حاجه هي ندير 3 فوا هاد 21 قلنا هي 7 فوا 3 على 7. هنا الداخل ديال الغاسين كاري حيت عندي هنا الميلتيبليكاسيون، هنا ما عنديش لا لاديسيون ولا لا سوستراكسيون، ما عنديش لا جمع لا طرح لا والو، عندي غير الضرب والقسمه. غادي نسامبليفي هاد 7 مع هاد 7، اش غيبقى ليا؟ تبقى ليا غاسين 3 فوا 3 اللي هي غاسين 3 او كاري، وغاسين 3 او كاري هي 3 صافي. وحنا سالينا هادي، دابا باش ندوزو عاوتاني لهذيك اللي تابعه. دونك بالنسبه لهادي شنو عندنا تما؟ عندنا الغاسين كاري كبير ديال اش ديال 2 غاسين 7 موا غاسين 3 فوا غاسين كاري كبير ديال 2 غاسين 7 موا غاسين 3. اشنو قلنا حنا دابا قبيله؟ قلنا الا كان بين الغاسين كاري والغاسين كاري بيناتهم ملتيبليكاسيون نقدر نجمعهم كلهم وسط الغاسين، ماشي نجمعهم بمعنى لاديسيون الجمع، لا ندير لهم كلهم غاسين كاري واحد. هاد الغاسين كاري وهذا غادي يوليو كلهم في غاسين كاري واحد. واخا الا بغيت نديرهم كلهم في غاسين كاري واحد كي غادي نكتبها؟ نكتب ايكال وندير غاسين كاري كبير هي 2 غاسين 7 موا غاسين 3 فوا 2 غاسين 7 موا غاسين 3. وهذا هو الغلط اللي كيديروا التلامذ بزاف، هو انه فاش كيديرهم بجوجهم في غاسين كاري واحد كيدير الملتيبليكاسيون. ولكن هاد الملتيبليكاسيون اللي درنا هنا راه محسوب غير ما بين هادي وهادي، ما محسوبش ما بين هاد الشيء كامل في هاد الشيء كامل اللي هنا. دونك شنو خصك دير؟ خصك دير هاد الشيء كامل فوا هاد الشيء كامل، بمعنى خصك دير لي بارونتيز الاقواس. علاش؟ حيت هاد الشيء كامل اللي وسط الغاسين كاري مضروب، ها هي الضرب هنا مضروب في الغاسين كامل، في هاد الشيء كامل اللي وسط الغاسين كاري. دونك ايغال هنا صافي، ملي درت الغاسين كاري كامل كما درنا قبيله في هادي وفي هادي وفي هادي كما درنا قبيله، كيبقى لي داكشي اللي وصل الغاسين كاري خصني نشوف واش يتحسب واش يتسامبليفيا وشنو غادي ندير ليه. دابا شنو كنلاحظ انا هادشي وصل الغاسين كاري؟ كنلاحظ بلي هاد العدد اللي هنا الاول هنا راه هو الاول هنا، الثاني هنا راه هو الثاني هنا، صافي باردون. هنا عندنا بلس، ما درتش هنا بلس صافي. دونك هذا اللي هنا هو اللي هنا وهذا اللي هنا هو اللي هنا، دونك بحال بحال نفس الاعداد، غير هنا كاين طرح وهنا كاين الجمع. باش كتفكرني هذه دار هذه؟ خصني غير نشوفها، خصني نتفكر هذه القاعده هذه اللي كنسميوها لي دونتيتي روماركابل، اللي هي ا موان بي فوا ا بلس بي. شحال كتساوي لينا هذه؟ كتساوي لينا هذا اللي معاود الاول هنا كنديروا له او كاري موا هذا اللي معاود هنا كنديروا له حتى هو او كاري. دونك هادي كتساوي لنا ا او كاري موان بي او كاري، هي اللي غادي نطبقوا على هادشي اللي داخل هنا. دونك شنو هو العدد اللي معاود هنا الاول هنا؟ 2 جذر مربع 7، هذا هو اللي معاود هنا او كاري، بمعنى هاد العدد كله اللي كاين هنا كله او كاري، ماشي غير جذر 7 بوحده، بمعنى 2 جذر 7 كلها غادي ندير لها الاو كاري موان، وهاد العدد الثاني اللي معاود هنا اللي هو غاسين 3 حتى هي كلها او كاري صافي. ونحسب ديك الساعه، الا بغيت نحسب دابا هنا شحال غادي تخرج ليا؟ هنا 2 او كاري هي 4، ها هي 4 مضروبه جذر 7 او كاري هي 7 مو جذر 3 او كاري هي 3. وبقى لي عاوتاني نحسب ايغال 7 في 4 في 7 هي شحال؟ هي 28. 28 موا اش ناقص 3 كتساوي الجذر مربع 28 ناقصنا من 3 هي 25، والجذر مربع ديال 25 هي 5 مباشرة، الجذر مربع 5 او كاري اللي هي 5 صافي. دونك هذا بالنسبة لهادي. دابا غادي ندوزو اللي تابعه، هادي راه بحالها بحال هادي، غير هادي فيهم الجذر فوا الغاسين فوا الغاسين، تما لا تما عندنا الملتيبليكاسيون ما عندناش غاسين من فوق من فوق منه. شنو عندنا فيها؟ عندنا 2 جذر مربع 3 ناقص 3 فوا 2 جذر مربع 3 زائد 3. هادي ما عندناش جذر مربع كامل، عندنا هاد القوس مضروب في هاد القوس، دونك اوتوماتيكمون شنو غادي نديرو؟ شنو كنلاحظ بعدا؟ خصني نلاحظ ديما، المات كيبغي الملاحظه، ديما الرياضيات خصك تكون كتلاحظ دوك الاعداد كتلاحظ. عندنا 2 جذر 3 موان 3، 2 جذر 3 بلس 3، دونك هاد 2 جذر 3 هو هذا، وهاد 3 هي هادي. هنا كاينه لا سوستراكسيون، هنا كاين لاديسيون، هنا كاين الطرح، هنا كاين الجمع. دونك ا موان بي فوا ا بلس بي هي اللي كنا كتبنا دابا هنا،
دونك هي جوج جذر ثلاثة لو تو او كاري موا وهاد الثاني اللي كاين هنا حتى هو او كاري ونحسب صافي دونك هادي تعطينا جوج او كاري فرق عليهم الجذر هي 4 فوا جذر 3 او كاري هي 3 3 او كاري هي 9 ونحسب صافي 4 في 3 هي 12 12 ناقص 9 هي 3 وحنا سالينا هادي دابا ندوزو للتبسيط سامبليفيكاسيون راه ماشي بالضروره يتعطى لك التبسيط بوحدو والحساب بوحدو تقدر يتعطاو بجوجهم في سؤال واحد يقول لك احسب وبسط ولا كالكولي سامبليفي ويخلط لك شي حاجه من هنا شي حاجه من هنا فاش كنقول احسب بمعنى هذا الشيء كحسبناه كله عطانا عدد واحد هنا بسيط بمعنى يقدر يعطينا عدد واحد يقدر يكون يعطينا عدد واحد بحال الحساب يقدر يعطينا اكسبريسيون اللي مبسطه بمعنى اقل عدد ممكن من العمليات دونك باش ندوزو دابا لهذا التبسيط بالنسبه للتبسيط سامبليفيكاسيون بالنسبه للتبسيط اشنو الاولى عندنا هنا عندنا 7 غاسين 5 موا غاسين 49 هنا اول حاجه كنفكر فيها اول حاجه كنشوفها واش عندي لي كاري بارفي هذه هي اول حاجه كندير فين ما نشوف الغاسين كاري نشوف واش عندي كاري بارفي واش عندي دوك المربعات الكامله اول حاجه كنديرها بالنسبه لجذور مربعه هي نشوف واش عندي مربعات كامله هاد 7 جذر 5 جذر 5 هذا المربع هذا الجذر المربع هذا ما فيهش كاري بارفي 5 ماشي كاري بارفي دونك واش 5 ممكن انني نفككها ندير لها ديكومبوزيسيون ما غير ممكن علاش حيت 5 ديكومبوزيسيون ديال ما كاينش جوج ديال الاعداد نضربهم ببعضياتهم يعطيوني 5 من غير 5 في 1 دونك ما يمكنش ليها ندير لها ديكومبوزيسيون ديالها غادي تبقى بحال هكا دونك هذه غادي تبقى بحال هكا 7 جذر 5 هنا 49 49 واش كاري بارفي كاري بارفي شنو هي 49 هي 7 او كاري 7 او كاري دونك غادي ندير موا حيت عندي ديما الاسبقيه في الجذور المربعه ديما الاسبقيه هي اللي كاري بارفي ديما نشوف واش كاري بارفي عادي لما كانش كاري بارفي كنشوف ديك الساعه ندير له التفكيك ديالو الديكومبوزيسيون ديالو على شكل مربع كامل كاري بارفي زعما نضرب في شي عدد صافي دونك حيت هذا كاري بارفي ما غاديش نحتاج ندير له الديكومبوزيسيون مباشره غادي ندير هو الغاسين كاري ديال 7 او كاري صافي هي 7 غاسين 5 موا غاسين 7 او كاري هي 7 صافي هذا هو السامبليفيكاسيون ديال كاين شي حاجه اخرى نقدروا نزيدوها هذا ما يمكنش يتحسب مع هذا علاش ما يمكنش يتحسب حيت ما عندناش هنا غاسين كاري دو 5 خص يكون عندنا نفس الغاسين كاري باش نقدروا نحسبوا بالنسبه لاديسيون ولا سوستراكسيون خص يكون عندنا نفس الغاسين كاري عاد كي عندنا الحق ديك الساعه نجمعوا هذا مع هذا ولا نطرحوا هذا من هذا صافي هذه بالنسبه لهذا بالنسبه ل 3 غاسين 8 بلس غاسين 32 ايغا هنا كما قلنا اول حاجه كنشوفها واش عندي شي كاري بارفي 8 ما كاينش شي عدد اللي نضربو في نفسه ويعطيني 8 ما كاينش شي عدد اللي الاو كاري ديالو يعطينا 8 دونك ما غاديش ما كاينش كاري بارفي 32 حتى هي ما كاينش شي عدد اللي غادي نضربو في نفسه ويعطيني 32 ولا ندير الاو كاري ديالو ويعطيني 32 دونك ماشي كاري بارفي ندوز دابا لاش للديكومبوزيسيون للتفكيك كيفاش التفكيك هاد 3 بطبيعه الحال هادي تبقى كما هي تبقى لنا الغاسين كاري ديال 8 خصني ديك 8 ندير لها التفكيك شنو هو التفكيك الممكن ديال 8 كاين 2 فوا 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 4 هادي هي 8 هي 2 فوا 4 صافي حيت 2 فوا 4 غير هو في الديكومبوزيسيون في التفكيك بالنسبه لغاسين كاري نحاول انني ندير التفكيك اللي يكون فيه شي كاري بارفي بحال دابا هاد 8 جوج في 4 جوج ماشي كاري بارفي ولكن هاد 4 كاري بارفي دونك هادي نقدر نحتاجها حيت فيها واحد المربع كامل هذا عنده علاقه بالجذر المربع يقدر يتبسط ليا بالجذر المربع هاد 4 هذا صافي دونك هاد 8 غادي نديرها هي 4 فوا 2 صافي حنا حيدنا 8 اي بلس عندي 32 عاوتاني غادي نشوف 32 قلنا ماشي كاري بارفي غادي نشوف واش الديكومبوزيسيون ديالها اللي ممكن ندير ليها بالنسبه ل 32 بالنسبه ل 32 شنو هما كاع لي ديكومبوزيسيون اللي كاينين كاين مثلا 16 فوا 2 كاين عاوتاني 4 ولا 8
4 صافي. كاين عاوتاني شنو اخر؟ كاتر فوا دونك كاينه 2 فوا 6 كاينه 4 فوا. المهم نعطيو ناخذو غير هاد لي دو اكزومبل اللي كاينين هنا. دونك هنا بالنسبه ل 32 قالها 8 فوا 4. هنا واش عندي هاد ديكومبوزي واش فيه شي كاري بارفي؟ كاين. شكون هو؟ هو 4، هذا هو الكاري بارفي. دونك غادي تبقى ليا 8. مازال ممكن انها تزيد ديكومبوزا، حيت مازال ممكن انها تزيد انها تفكك اكثر. ما نحاول نبعد من هذا ونمشي للاخر. الاخر شنو فيه؟ فيه 16 فوا 2. واش كاين كاري بارفي؟ كاين، اللي هو 16 صافي. دونك شكون فيهم اللي غنخدم بها؟ واش هذا ولا هذا؟ غادي نشوف هذا ملي غادي نخدم بهذا. ما غاديش الكاري بارفي هو 4، شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 8. ماشي هنا دابا بحال دابا هذه، باش نفهم تفهموها مزيان، هذه باش تفهموها مزيان. هاد نخلي البلاصه ديال هذه هنا وغادي ندوز لهذه، نكمل هذه 3. هنا علاش درنا كاري بارفي فوا 2؟ حيت هذيك 4 هذه نقدر هي، حيت هي كاري بارفي هي اش؟ هي غاسين كاري ديال 2 او كاري فوا 2 صافي. حيت 4 هي 2 او كاري. شنو غادي يوقع من بعد؟ هاد 2 او كاري ما غاديش يبقى فيها الغاسين كاري، غادي تخرج من الغاسين كاري. شنو غادي تولي؟ تولي 3 فوا هاد 2 او كاري ملي غادي تخرج تحيد ليها او كاري مع الغاسين كاري. شنو غتولي؟ غتولي هي 2 فوا الغاسين كاري ديال 2. بمعنى هذاك اللي هذاك الكاري بارفي اللي كيكون عندنا في داك التفكيك لداخل ما كيبقاش وسط الغاسين كاري، كيخرج. شنو كيبقى؟ كيبقى العدد الاخر. داكشي علاش 32 فاش غادي نجي ندير 8 في 4، 8 تبقى ليا وسط الغاسين كاري، وديك 8 بحال هذا الشكل هذا غادي خصني نزيد نديكومبوزي كيما درت لهاد 8 اللي هنا، غادي خصني نزيد نفككها. ولكن الا درت 16 في 2، 16 هو الكاري بارفي، دونك غادي يخرج داك 16. ملي غادي تخرج ديك 16 تولي هي 4، شنو غيبقى ليا وسط الغاسين كاري؟ غتبقى ليا 2، و 2 ديجا كاينه هنا، ديجا كاينه هنا، دونك غادي تجيني ساهله باش نحسبهم مع بعضياتهم. داكشي علاش كنشوف هاد بالنسبه ل 32 غادي ندير ليها الجذر مربع ديال 16 مضروبه في 2. علاش 16 مضروبه في 2؟ حيت هاد 16 اللي هي كاري بارفي غادي نقدر نكتب على شكل 4 او كاري فوا 2. هنا يبان لك علاش اختارينا هاد ديكومبوزيسيون بالضبط، حيت هاد 4 او كاري غادي تخرج، ولا هي نورمالمون كنقولوش ما خصناش نقولو غادي تخرج، هي الجذر مربع ديال 4 او كاري فوا الجذر مربع ديال 2، والجذر مربع ديال 4 او كاري هي 4. داكشي اش كنقولو راه غادي تخرج؟ غتخرج من هنا غيتحيد ليها الاو كاري مع الغاسين كاري تبقى 4 فوا الغاسين كاري ديال 2. دونك شنو علاش حنا اختارينا هذا؟ حيت هاد الكاري بارفي كاين مع 2، وهاد الكاري بارفي هنا كاين مع 2، دونك بجوجهم غادي يبقى لنا الغاسين كاري ديال 2. هادشي علاش اختارينا بالضبط هاد الديكومبوزيسيون هذا. وديما في الديكومبوزيسيون ديال لي غاسين كاري بحال هاد الشكل هذا، ديما نختار اكبر كاري بارفي ممكن. بحال دابا هنا كاين اكبر كاري بارفي هو 16، كون درنا 4 في 8 راه حتى 4 كاري بارفي، ولكن 16 هي الكبيره صافي. هنا شنو غادي يوقع؟ هنا غتعطينا 6 غاسين 2 بلس 4 غاسين 2 صافي. دونك هنا 6 ديال اش؟ هاد 6، 6 ديال الجذر مربع ديال 2 زائد 4 ديال اش؟ ديال الجذر مربع ديال 2. دونك 6 من الجذر مربع ديال 2 زدنا لهم 4 من الجذر مربع ديال 2. بحال فاش كنقول لك 6 اكس زائد 4 اكس، 6 اكس زائد 4 اكس راه هي 10 اكس، 6 ا زائد 4 ا راه هي 10 ا، 6 ديال شي حاجه زائد 4 ديال شي حاجه راه هي 10 ديال ديك الحاجه. دونك 6 ديال جذر 2 زائد 4 ديال جذر 2 راه هي 10 ديال جذر 2 صافي. الا فهمتي هكا مزيان، ما فهمتيهاش شنو غادي دير؟ غادي تهز جذر 2 تعمل به هنا، حيت عندك هنا بيناتهم ملتيبليكاسيون، تعمل بجذر 2 غتبقى لك 6 زائد 4، و 6 زائد 4 هي 10 ديال اش؟ ديال جذر 2 صافي. دونك هذه بالنسبه الحاله فاش كتكون عندنا لاديسيون. غير هو لاديسيون يقدر يكون بحال هذا الشكل، يقدر يكون اللي كيكون فيهم 3، كاين اللي يكون فيهم 2، كاين اللي يكون فيهم 3. دونك دابا غادي ندوزو نخدمو هذيك اللي فيها 3. هذه اللي فيها 3 هنا كما قلنا قبيله، شوف كنصيحه، اول حاجه تبقى ديرها في نهار الامتحان في هذا النوع هذا ديما سير شوف شكون فيهم اللي اصغر غاسين كاري، شكون اللي الغاسين كاري اللي فيه اصغر عدد، باش كتسهل عليك دابا. حيت دابا الاشكال اللي كيبقى الكلام ده هنا هو ما كيعرفش يختار شمن ديكومبوزيسيون غادي يختار، كيلقى واحد العدد اللي عنده بزاف ديال لي ديكومبوزيسيون.
بحال دابا مثلا هاد فا هادي هاد 20، كاينه 5 في كاينه 5 في 4، كاينه 10 في 2، وهي غاده كاين اعداد. بعض المرات كتلقى اعداد كبر من هكا، الا لقيتي عدد كبير كيكون عنده بزاف ديال التفكيكات، بزاف ديال لي ديكومبوزيسيون. دونك شنو كي تما في كيوحل، باش ما توحلش في هاد الحاله هادي، في الغالب في الغالب في الغالب راه كلهم غادي يبقى لك فيهم نفس الغاسين كغي في الاخر، نفس العدد وسط الغاسين كغي. دونك شنو غادي دير انت باش تختصر عليك الطريق؟ غادي تمشي تشوف شكون فيهم اصغر غاسين كغي. هنا 20 45 5، شكون فيهم الصغير؟ هو 5. دونك اوتوماتيكمون هاد الخمسه واش نقدر نديكومبوزيها؟ ما غاديش نقدر نديكومبوزيها. دونك الديكومبوزيسيون ديالها هو هذاك، هو 5. 5 في 1 هي 5، ما كاينش شي تفكيك اخر ديالها. دونك هاد الخمسه اوتوماتيكمون حيت هي ما عندهاش ديكومبوزيسيون ماشي كاري بارفي، دونك غادي تبقى وسط الغاسين كاري. حيت هذه غادي تبقى وسط الغاسين كاري، دونك غادي نمشي لهاد الجوج هادو نشوف واش نقدر نكتبهم على شكل شي عدد مضروب في 5، تفكيك ديال شي عدد نضرب في 5. وداك العدد كي خصو يكون، خصو يكون كاري بارفي. الا ما كانش كاري بارفي دير احتمال انه راه ماشي بالضروره غادي تبقى 5 الوسط تما، صافي. دونك هنا كما قلنا هاد 20 اللي كاينه هنا، واش كاين شي عدد اللي غادي نضربو في 5 وغادي يعطيني 20؟ طبيعه الحال كاين، اللي هو 4 فوا فوا 5، صافي، بلس 2 الغاسين كاري عاوتاني ديال 45. واش كاين شي عدد اللي نضربو في 5 ويعطيني 45؟ هي 9 فوا 5 موان 7 غاسين كاري ديال 5، صافي. دونك هنا هاد 9 كاري بارفي، هاد 4 كاري بارفي. كيما خدمنا هادي قبيله غادي نخدمها لكم بطريقه اخرى باش اللي ما فهم هادي كيفهم هادي. دونك هادي حيت عندنا الملتيبليكاسيون هي غاسين كاري ديال 4 فوا غاسين كاري ديال 5، صافي، بلس 2 فوا غاسين كاري ديال 9 فوا غاسين كاري ديال 5، حيت الملتيبليكاسيون داكشي علاش فرقت عليهم الغاسين كاري، موان 7 غاسين كاري ديال 5. كاين اللي كيدير هكا، كاين اللي حتى كيكتبها على شكل اوكاري عاد كيدير هكا، بمعنى حتى كيكتب بلاصه 4 يدير جوج اوكاري عاد كيفرق عليهم الغاسين كاري. هاد الغاسين كاري ديال 4 هي 2، هي جوج، جوج في اش؟ في الغاسين كاري ديال 5، بلس هاد الجوج غادي تبقى جوج، وهاد الغاسين كاري ديال 9 هي 3، دونك جوج في 3 مضروبه في الغاسين كاري ديال 5. ما درنا والو، هذا حطينا القيمه ديالو، غاسين كاري ديال 9 هي 3 موان 7 غاسين كاري ديال 5، صافي ايكال. اشنو كيبقى لي دابا؟ ولا عندي كلشي غاسين كاري ديال 5. هادي هي جوج غاسين 5 بلس هادي هي 6 غاسين 5 حيت جوج في 3 موان 7 غاسين كاري ديال 5. ملي ولا عندي كلشي غاسين 5، يا اما غادي نحسبهم كما حسبنا قبيله، جوج ديال الجذر مربع 5 زدنا ليها 6 ديال الجذر مربع 5، جوج من نفس الجذر زدنا ليه 6 ديال نفس الجذر، دونك هي 8، هي 2 زائد 6 هي 8 جذر مربع 5، 8 جذر مربع 5 نقص منها 7 من نفس الجذر مربع، دونك 8 ناقص 7 هي 1 جذر مربع 5. ما عرفتيش هاد الطريقة هادي، فاكتوريز أسيدي، عمل لينا بجذر مربع 5، علاش؟ حيت كاين هنا الضرب، كاين هنا الضرب، كاين هنا الضرب، عمل لينا بجذر مربع ديال 5، أشنو غتبقى ليك هنا؟ تبقى ليك 2 زائد 6 ناقص 7، صافي، وحسب 2 زائد 6 هي 8، 8 ناقص 7 هي 1 مضروبة جذر مربع 5، و 1 مضروبة في أي حاجة راه كتبقى ديك الحاجة كيما هي، اللي هي جذر مربع ديال 5. ونفس الطريقة، هاد الطريقة اللي درنا هنا هي نفس الطريقة اللي غادي دير هنا، غير هنا عندك 7 هو أصغر جذر مربع، دونك 63 غادي تكتبها على شكل 7 مضروبة في شي عدد، 28 غادي ديرها 7 مضروبة في شي عدد، صافي. وداك العدد اللي غادي تلقاه هنا، غتلقى مثلا هنا 28 هي 7 في 4، و 4 كاغي بارفي، يوقع ليه كيما وقع لهاد 4، ويبقى لنا جذر 7 لداخل، صافي. هنا 63 هي 7 مضروبة في 9، دونك 9 كاغي بارفي غادي تحسب، غادي يبقى لنا جذر 7 لداخل، صافي. هادي دونك يبقى لنا جذر 7 فيهم كلهم، ودير نفس الطريقة وغادي تجاوب على هادي، صافي. دونك هنا من انطلاقا من هنا، دابا هذه الفقره ديال الحساب والسامبليفيكاسيون ديال غاسين كاري، الفيديو اللي غادي نلوح من بعد عاوتاني هو ديال غوند غاسيونيل، لي دينومينا فاش كيكون عندنا الدينوميناتور ولا حذف الجذر المربع من المقام، فاش كنبغيو نحيدو داك الغاديكال، كنبغيو نحيدو الجذر المربع من المقام، فاش كنبغيو نحيدو الجذر المربع من المقام هو الفيديو اللي جاي، وغادي نحاول ناخذ فيه جميع الحالات كما درت هنا، ناخذ جميع الحالات ونلوحهم باش تقريبا تكون طلعتي على جميع الانواع ديال فاش كنبغيو نحيدو الجذر المربع من المقام.